بسم الله الحمد لله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأعنا بهذا الاتباع يا معين يا كريم. وهو هناك آية ربنا سبحانه وتعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ بجد الكتاب اللي أنتم قاعدين تتورثوا فيه يا معشر الأنبياء، سلسلة الأنبياء المباركة في بني إسرائيل، الأنبياء المباركون من رب المبارك سبحانه وتعالى. خذ الكتاب أي خو ما ورثته عن أبيك زكريا عليه السلام، خذه بجد وقدره حق قدره حتى تكون قمت بواجبك الرسلي. هذا يورينا وجه من وجوه تربية المولى سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام. مش حاجة سهلة، مش يبعث إلى رب على عيني مولانا سبحانه وتعالى اللي لا يقبل ولا تناله ولا سنة ولا نوم و بحيث تنظر القرآن تقول دائما فما انسجام مطلق لكل حروفي وكل ألفاظي وكل آياتي وكل سوري. وهذا من معجزات المولى لكتابه العزيز الذي ليس له أي صفة المخلوق، وهو كلام الله، كلام ما في شك على الدوام. والسلام علينا أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان بفضل الرحمن.